معنا مشاهدينا الكرام بشأن تطورات الأزمة في اليمن هاتفيا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي اليمني سيد ياسين التميمي، مرحبا بك. إذا تقرير الأمم المتحدة كشف عن أسلحة إيرانية جديدة دخلت إلى اليمن، ما دلالات استمرار إيران بإرسال هذه الأسلحة إلى اليمن؟ أسعد الله مساءكم. طبعا هذا يقدم دليل آخر على أن الحوثيين ومن ورائهم إيران ليسوا جادين في الذهاب إلى السلام، ولا وإيران أيضا ليس لديها استعداد للمساعدة لإقرار السلام في اليمن وتشجيع الأطراف على الذهاب إلى سلام شائم يعني شامل ومستدام في اليمن الذي أنهكته الحرب. لكن المشكلة في تقديري لا تتوقف عن محاولات إيران المستميتة لتزويد حلفائها في اليمن بالسلاح، وإنما في الاستراتيجية التي تتبع من قبل الحكومة والتحالف في التعاطي مع الحوثيين وفي إدارة المعركة، وهي إدارة تقريبا أثبتت أنها مكلفة بالنسبة لليمن كونها لم تنتهج خط الحسم النهائي لهذه الحرب ووصولا إلى تحقيق الأهداف. نعم. اليوم إما أن يذهب الجميع إلى سلام حقيقي ويظهرون الجدية الكافية فيه، أو يتم الحسم وفقا لما أقر به مجلس الأمن في قراره 2016 الذي صدر تحت الفصل السابع، لأنه لا يمكن اليوم تجاوز هذه المحنة التي يمر بها الشعب اليمني. نعم. بهذا النوع من التعاطي مع يعني المرن والمستهتر الذي يتم عبر مشاورات لا أساس لها، يعني لا أفق لها، أو عمليات عسكرية أيضا بلا أهداف واضحة. إضافة إلى ما نراه من يعني جندات بطبيعة الحال متناقضة في إطار هذه المعركة. وزير الخارجية الأمريكية قال إن صواريخ إيران التي يستخدمها الحوثيون تهدد دول المنطقة، يعني ما الواجب على المجتمع الدولي تجاه هذا التصعيد المتواصل؟ الذي يجب على المجتمع الدولي هو مساعدة الحكومة الشرعية على استعادة حكومتها وسلطتها على الأرض اليمنية وإنهاء الانقلاب وإنهاء النفوذ السياسي والعسكري لهذه الجماعة المدعومة من إيران، وتقويم وتصويب المهمة العسكرية للتحالف لكي تمضي على خط الأهداف المعلنة وهي دعم السلطة الشرعية وإنهاء الانقلاب، بدلا من هذا الانحراف الخطير الذي نراه على الساحة اليمنية والذي كرس الأزمة اليمنية وزاد من تعقيدات الأزمة وحول الحرب إلى عبء ثقيل جدا على كاهل اليمنيين ليستطيعون احتمالها. طيب كيف تصف تصريح الحكومة اليمنية بأن مقترح تكوين كيان مشترك لإدارة الحديدة سيخلق مشكلات قانونية ومؤسساتية ولا يكون قابلة للتنفيذ؟ موقف الحكومة مهم في هذا السياق. بطبيعة الحال محاولة تأسيس كيان ثالث عبر يعني تفويض مراقبين أمميين لإدارة المنطقة هذا خطير، لكن أيضا يعني تشكيل كيان مشترك هذا يعطي أو يشرع للانقلاب ولهذه المنظمة المسلحة والجماعة المسلحة التي انقلبت على العملية السياسية، ولها فرصة للحصول على خلل سياسي لمغامراتها العسكرية. الحديدة لا تقبل المراوغة، الحديدة ينبغي أن تعود لنفوذ السلطة الشرعية. إذا كان المجتمع الدولي قلق من إمكانيات أن تتأثر الإمدادات التجارية والإغاثية من ميناء الحديدة، فأعتقد أن الحكومة لا يمكن أن تعمل ضد مصالح الشعب اليمني. فالحديدة إما أن تبقى بيد الحوثيين وهم جماعة متمردة، أو طالما وقد اشتبك المتقاتلين في داخل المدينة، إما أن تبقى بيد الحوثيين وتنسحب الحكومة، أو ينسحب الحوثيون وتسيطر على الحكومة، وهذا هو الأرجح والأصوب. لكن محاولة إيجاد حلول وسطى، ماذا سنقول في مرحلة ما بعد الحديدة؟ كيف سيسمى الأمر في صنعاء على سبيل المثال؟ هناك مرجعية واضحة تؤطر طبيعة التعامل مع الأزمة اليمنية، وهي دعم السلطة الشرعية دعما كاملا في مواجهة الانقلابيين والجماعة المنصرة. إذن بالمحصلة هناك جدية من ميليشيا الحوثي في مفاوضات سويد، وما الضامن لالتزامها بما ستتمخض عنه هذه المفاوضات؟
هذا الأمر بالنسبة للحوثيين، يعني القضايا الأساسية الجوهرية المتصلة بتسليم السلاح وقبول فكرة تسليم الانسحاب من المدن، هذه الأمور الجوهرية التي يتضمنها الإطار السياسي الذي قدمه المبعوث الأممي للطرفين، هو الذي يحدد مدى جدية الحوثيين بالذهاب إلى سلام حقيقي. يعني هم دائما يحاولون التهرب من مسألة تسليم السلاح والانسحاب من المدن والتخلي عن المكاسب السياسية والعسكرية. وإذا تقوا على هذا الموقف وحاولوا أن يقطفوا الثمن السياسي من خلال الشراكة في حكومة توافق وطني مع بقاء الأسلحة والتجهيزات العسكرية بأيديهم وانتشارهم العسكري في معظم المحافظات الواقعة في شمال البلاد، فأعتقد أن هذا سيكون فخ كبير بالنسبة لمستقبل اليمن وسيشكل نوع من مكافآت الانقلاب. لهذا إذا أصروا على التمسك بموقفهم من عدم الانسحاب من المدن وتسليم السلاح فيكونوا في هذه الحلقة أظهروا عدم جديتهم في الذهاب إلى السلام، وأنا ما أراه هو أن الحوثيين لا زالوا يتمسكون بالموقف ذلك. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، كاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي.